الشيء اللي صار راهو عيب، راهو ما يمثلش النقابات الأمنية. الرأي العام نقابة من النقابات الأمنية هي اللي عملت شيء هذا. هما مجموعة من الأفراد استغلوا قتلك الأوجاع بعض الهيئات واللي غالطوا الأمنيين بسطاء باش عملوا الشيء هذا. اليوم تعطيني قيمتي وقدري كما أنا، كما أنا مش مزيه باش تمدالي راه. خاطر نجم نفكوش أنا ذا. خاطر نجم نفكوش أنا ذا. خاطر نجم نفكوش أنا ذا. هذه حقيقة احنا نعرفوها. تقول لي أنت كيفاش؟ نقول لك أنا المجموعة من الأفراد هذيا اللي في اعتقادي النقابة الوطنية كهيكل ما يتحملش المسؤولية، هي أخطاء فردية. إذا كان المصلحة الوطنية وأمن تونس اقتضى منا الانتقال إلى مرحلة الفعل، رانا باش ننتقلوا إلى مرحلة الفعل. ونحب نطمن التوانسة من خلال أشكال نضالية يكفلها القانون. نحن نقابة، نقابة كامل حديث، ثم أشكال نضالية. بالنسبة شكون رجع البوليسية والأمنيين يخدموا وقت المعنويات تحت الصفر يهدوا فينا في ديارنا؟ العمل النقابي، النقابيين الأمنيين، احنا اللي مشينا للأمنيين ورفعنا من مستوى ورجعنا الماكينة تدور وتخدم. اليوم راهو ما عادش منضبط مع أمن بلادي، وراهو المبادرة، حرية المبادرة، وخمم اللي تخمم. أي حاجة تصير في بالك في الإطار هذا يحط. ورانا قادرين على كل شيء، وسلاحنا تحتنا ونخدم خدمة، ورانا قادرين على كل شيء، وسلاحنا تحتنا ونخدم خدمة. وين أنت؟ والله يا سي علاء دخت في مخي ما يا سي علاء. نعم. سكر لي برنامج هكا هو.